تمرين شامل ومقترح حوالي عليه حوالي 6 حتى 8 نقاط في الفروض ليكيب على الكوسور. جمع كسرين ضرب وقسمة كسرين، الجمع والضرب تاع الكوسور 3 كوسور. راح نشوفوا افكار جد مهمه. ما تنساوش خوتي الاعزاء ابونيو في القناه وفعلوا زر تاع الجرس باش يوصلوكم كامل لي فيديو جديد. ومازال جاي تمرين ثالث في الهندسه، مازال جايين وضعيات ادماجيه مقترحه للاختبار، مواضيع مراجعه حتى للاختبارات مع الاستاذ زكريا. ما راكش رايح تعيا، تفهم وتتمتع ان شاء الله وتحصل على النقاط العاليه. ما تنساوش بارطاجيو هذا الفيديو مع كامل اصحابكم في السيام، خلي الاستفاده والفائده للجميع. الو التمرين تاعي واش يقول؟ احسب العبارات التاليه ثم اختزل الناتج ان امكن. عطاني بزاف عبارات، هما عباره عن كسور، يعني كسر زائد كسر، كسر في كسر، قسمه كسور، طرح كسور. نبدا نحسبوه عادي جدا. اذا العباره ا 7 على 8 في 12 على 21. بون هو في بعض الحالات يقول لك ما تستعملش الاله الحاسبه، اذا قال لكم ما تستعملوهاش احسبوا عادي، واذا خلاوكم تستعملوها استعملوها في هذا النوع من التمارين نورمال. اذا عندك 7 على 8 في 12 على 21، واش دير خويا العزيز؟ البسط في البسط والباقي في الباقي، الفوقاني في الفوقاني، التحتاني في التحتاني. سمح تجيني 7 في 12 على 8 في 21، هكذايا. اذا قال لك حسبها بالكالكيلاتريس اللهم بارك، راهي سهله. واذا ما خلاكش تحسبها بالكالكيلاتريس نورمال، زعما انت 7 في 12 وشنو هي؟ هي في الاصل 7 في 10 و7 في 2، صح؟ 7 في 10 و7 في 2 هي 7 في 12. 7 في 10 خويا العزيز 70، و7 في 2 14، 70 زيد لهم 14 تعطيك 84، تسمى 7 في 12 تعطينا 84. هذه اذا ما عطانيش كالكيلاتريس، ديرها وتلقى النتيجة 84. 8 في 21 كيفاش تحسبها؟ 8 في 21 دير 8 في 10 و 8 في 10 وحده اخرى، تسمى درتها في 20 و 8 في 1 نورمال. 10 و 10 و 1 كلش 21، 10 و 10 20 وال 1 هي 21. 8 في 10 80، 8 في 10 80، 8 في 1 8، تسمى 80 و 80 160، زيد لهم 8 تسمى 168. اذا 8 في 21 هي 168. راه يقول اذا خلاوكم تحسبوا كالكيلاتريس نورمال نخليوكم في هذه الحالات، واذا ما خلاوكمش نخدموا كيما راني نخدم انا. هكذا خوتي الاعزاء، تسمى ما تجيكش حاجه كبيره ولا عادي جدا. اذا 84 على 168، اذا هذه هي العباره 84 على 168 نقدروا نختزلوها. اسمع 168 يقبل قسمة على 2، 84 يقبل قسمة على 2، نسيو نختزلو على 84، نقسمو زعما على 84، على 84 على 84، الفوق والتحت، تا 84 تقسيم 84 واحد، 168 على 84، 168 على 84، حيجيني 2، حيجيني 2، وهكذا العبارة نكون حسبتها ولقيتها واحد على 2، هكذا كيف؟ نروحو دوك للعبارة بي، العبارة بي خويا العزيز، العبارة بي واش تساوي؟ عطاكم 3 على 8 زايد 5 على 16، سهلة بزاف هادي يا مرحبا. إذا 3 على 8 زايد 5 على 16 خويا العزيز. إذا العبارة بي هادي كيفاش راني رايح ندير لها؟ راح نجمع كسرين، باش نجمع أنا زوج كسور ما نقدرش. لازم نوحد المقامات، إذا ما كانش عندهم نفس المقام، المقام هنا 8 والمقام هنا 16، تقدر تجمعهم ديراكت، ما تقدرش، واش لازم توحد المقامات؟ إذا باش نوحد المقامات، فاش لازم نضربو؟ هاي 3 على 8 زايد 5 على 16، المقام هنا 8 والمقام هنا 16، 8 في شحال نضربها باش تعطيني 16؟ باسكو 8 من مضاعفة 16. 8 لازم نضربها في 2 ومن فوق تاني نضرب في 2 بيان سور. 8 في 2 16. شيخ كيفاه عرفت بلي نضربو في 2؟
كيف خرجت هذا العدد زوج اللي به راك توحد المقامات؟ سهلة، تقدر دير المقام الكبير على المقام الصغير، سيها في راسك. زعما ما عرفتش تخرج هذا العدد اللي به توحد المقامات، روح للمقام الكبير. المقام الكبير 16، قسمه على المقام الصغير 8. 16 على 8 يعطيك زوج، خلاص يما لا زوج هي اللي نوحدوا بها المقامات. الو ليكيب، نكملوا الحساب تاعنا. هاي في العبارة ب، عندك 3 في زوج 6، 8 في زوج 16، زائد 5 على 16. الو ليكيب، المقامات دوكا فيك راهي موحدة، 16 راني نشوفها هنا وهنا، ثم نحسب غير في الوسط. 5 زائد 6، 6 زائد 5 11، وبالتالي العبارة ب تخرج لي 11 على 16. سي بون طيب. إذا نروحو دوك نشوفو عبارة واحدة أخرى، عبارة سي. العبارة سي. إذا العبارة سي واش عندي فيها؟ 3 على زوج في 3 على 4 زائد واش 5 على 4. إذا خاوتي شوفوا واش عندك، عندك الضرب وعندك الزائد. الأولوية لمن؟ الأولوية للضرب، راهي باينة. تسمى نجيو نحسبوا الضرب، البسط في البسط والمقام في المقام. 3 في 3 على زوج في 4 زائد 5 على 4. إذا 3 في 3 شحال؟ 9. زوج في 4 شحال؟ 8 زائد 5 على 4. خويا العزيز عندك 9 على 8 زائد 5 على 4، المقام هنا 4 والمقام هنا 8. الربعة هذا لازم نرجعوها في 8، فاش نضربوها 4 باش تعطينا 8؟ نضربوها في زوج، ولو كان نديرو 8 على 4 نلقاو زوج، تسمى لازم نضرب في زوج باش نتوحدو المقامات. شوف معايا كي نضرب في زوج، حجيني 9 على 8 زائد 5 في زوج 10، 4 في زوج 8. دوكا هاذيك خلاص المقامات توحدو، هاي 8 هنا و8 هنا. الله نحسب غير في الوسط، 9 زائد 10 19، تسمى 19 على 8 هي العبارة سي، 19 على 8. طيب يا يعني. بعد العبارة سي خوتي نروحو نديرو العبارة دي. العبارة دي واش تساوي؟ 7 على 16 تقسيم زوج على 3، خويا العزيز 7 على 16 تقسيم زوج على 3، واش دير؟ عندك قسمة كسرين، الكسر الأول تقسيم الكسر الثاني، حنا قريناها في الدرس وقلتها لكم، كي تجي تقسم كسرين واش دير؟ تضرب في مقلوب الكسر الثاني، هاوليك الكسر الأول تقسيم الكسر الثاني، معناتها الكسر الأول تعاود تكتبو، القسمة ترجعها ضرب، والكسر الثاني دير المقلوب ديالو، يعني تقلبو، تخلط ما بين الوسط والمقام. إذا واش قلنا؟ الكسر الأول نكتبوه 7 على 16، القسمة هذه واش تولي؟ القسمة هذه راهي رايحة تولي لنا ضرب. والكسر الثاني واش نديرو؟ نقلبوه زوج على 3 يولي 3 على زوج، هذه هي. ومن بعد كي تكون ضرب سهلة، البسط في البسط والمقام في المقام. إذا العبارة دي تساوي البسط في البسط 7 في 3، 7 في 3 21، المقام في المقام 16 في زوج، 16 في زوج 32، أي ولات لنا 21 على 32. وهذه هي العبارة دي. نروحو مور دي، عندي الأو خويا العزيز، العبارة أو بابا العزيز. العبارة أو واش تساوي؟ 4 على زوج زائد 6 على 3، 4 على زوج زائد 6 على 3. ألور لي كيف حنجمع زوج كسور؟ قلنا باش نجمعو ولا نطرحو كسرين الزائد ولا الناقص تاع الكسور لازم يكون عندهم نفس المقام، تسمى هنا ما عندهمش نفس المقام، واش لازم نديرو؟ نوحدو المقامات. المقام الكبير 3 والمقام الصغير 2، اسكو 2 من مضاعفة 3 ولا 3 من مضاعفة 2؟ لا لا، ما كاش عدد طبيعي اللي نضربو في 2 يعطيني 3. فهاد الحالة باش نوحد المقامات، يعني راني في الحالة الثانية أو الحالة الثالثة من توحيد المقامات، واش لازم ندير؟ لازم الكسر الأول نضربو في مقام الكسر الثاني، والكسر الثاني نضربو في مقام الكسر الأول، يعني كل كسر تضربوا في مقام الكسر الاخر باش يتوحدوا المقامات. هكا نديرو، شوف معايا عندك هذا الكسر الاول 4 على زوج، نضربوا في مقام الكسر الثاني، المقام تاع الكسر الثاني 3، معناتها نضربوا في 3 في 3،
والكسر الثاني، الكسر الثاني 6 على 3 نضربوه في مقام الكسر الاول، في مقام تاع الكسر الاول زوج نضربوه في زوج في زوج، هكذا يتوحدوا المقامات 3 في زوج 3 في زوج يولي نفس المقام. اروحوا نحسبوا 4 في 3 12، زوج في 3 6، ومن هنا 6 في زوج 12، 3 في زوج 6، المقامات راهم 6 6، توحدوا المقامات. نعم ليه المقامات راهم توحدوا، نحسب غير في البسط 12 زائد 12 24، اذا 12 زائد 12 تعطيني 24، هاك قال لي نقدر نزيد هنايا نبسطها اكثر، نقسم على 6 نقسم على 6 نختزلها زعما 24 تقسيم 6، 24 تقسيم 6 يعطيني 4، و6 على 6 تعطيني 1، تسمى العبارة تخرج لي 4 على 1 اللي هي 4، تخرج لي عدد طبيعي على كل حال، يقدر ما يبقاش كسر كامل، مفهوم لي كيف؟ تسمى كي تجي توحد المقامات وتلقى بلي هذوك المقامات مراهيش مضاعفات لبعضها بعض، إما لا لازم كل كسر تضربه في مقام الكسر الآخر باش يتوحدوا لك المقامات، هنا كانوا من المضاعفات. هنا 8 و 16 من مضاعفات ضربنا فيه زوج، 8 و 4 مضاعفات لبعضها البعض ضربنا فيه زوج، بصح هنا ماشي مضاعفات. أول العبارة الأخيرة أخوتي اللي هي الأف، الأف واش تساوي؟ ناقص 4 على 5 ناقص 4 على 5 ناقص 1 على 3 ناقص 1 على 3. هاني رايح نطرح زوج كسور عملية الناقص، المقام هنا 3 والمقام هنا 5، كيف كيف ماشي مضاعفات لبعضها بعض، معناتها الكسر الاول لازم تضربه في مقام الكسر الثاني، والكسر الثاني تضربه في مقام الكسر الاول. شوف معايا الكسر الاول خويا العزيز، الكسر الاول ناقص 4 على 5 قلنا نضربه في مقام الكسر الثاني، مقام الكسر الثاني 3 ثم اضرب في 3 في 3 هكذا ناقص الكسر الثاني 1 على 3 نضربه في مقام الكسر الاول، مقام الكسر الاول 5 ثم نضرب في 5 في 5 ونروح نزيد نحسب حتى يتوحدوا المقامات، دوك يتوحدوا ناقص 4 في 3 هو ناقص 12، 5 في 3 15 ناقص 1 في 5 5، 3 في 5 15، المقامات دوك ولاو 15 15 توحدوا لي، نحسب غير في البسط ناقص 12 ناقص 5 هذه هي. إذا العبارة F المقامات راهم 15 سيبو، نحسب غير في البسط ناقص 12 ناقص 5 ناقص 12 ناقص 5 وتخرج لي خويا العزيز ناقص 12 ناقص 5 هو ناقص 17 على 15، وهكذا نكون حسبنا العبارة F. مفهوم لي كيف؟ راني درت لكم عدة حالات الآل بي سي دي الـ F، كل الحالات كاع الحالات الممكنة شفناهم في هاد التمرين، عبي أقولكم تمرين شامل ومقترح. دوك نروحو نشوفو السؤال الثاني، قال لي قارن بين العددين أ و ب، أروني كيف نديرو مقارنة بين العددين أ و ب، راح نكملها لهنايا. أرو السؤال الثاني مقارنة بين العددين أ و ب، أصبر تشوف الأ شحال خرج لك؟ الأ خرج لك واحد على زوج، واحد على زوج، والبي شحال عندنا؟ البي عندك 11 على 16، 11 على 16. خويا العزيز ما تقدرش تقارن 1 على زوج مع 11 على 16 ديريكت، لازم يكون عندهم نفس المقام، يا اما يكون عندهم نفس المقام ولا نفس البسط باش نقدروا نقارنوا. يا اخي هكذا قواعد المقارنه، عندك عده حالات، الحاله الاولى عندهم نفس المقام، الحاله الثالثه عندهم نفس البسط، الحاله الثالثه او الثانيه عندهم نفس البسط، الثالثة كي يكون هكذا ما عندهم لا نفس البسط لا نفس المقام، واش لازم دير؟ لازم توحد المقامات ومن بعد تقارن وفق القاعدة الأولى، كي يكون عندهم نفس المقام تولي تقارن غير في البسط، اللي البسط ديالو كبير هو الكسر الكبير وهي رايحة. ألو شوف معايا هدايا الكسر أ اللي هو واحد على زوج، لازم نرجعو المقام تاعو 16 باش نرجعو عندهم نفس المقام، زوج في شحال نضربها باش تعطيني 16؟ نضربها في 8. إذا نشوف نضرب في 8 من فوق ومن تحت، 1 في 8 8 وزوج في 8 16، ثم العبارة أ اللي كانت 1 على زوج راني رجعتها
اللي كانت واحدة على زوج رجعتها 8 على 16. دوك نقدر نقارن 11 على 16 مع 8 على 16. شكون الكبير 11 على 16 ولا 8 على 16؟ 11 على 16 هو الكبير باسكو عندهم نفس المعاهه 16 16. تما واش قارن؟ تقارن البسط. اللي عنده البسط كبير هو الكسر الكبير. اللي عنده البسط الكبير 11 كبير على 8. تما 11 على 16 كبير و 8 على 16. اذا انت تجي تقول لهم هذه 11 على 16 اكبر من 8 على 16. 11 على 16 اللي هي العباره ب و 8 على 16. 8 على 16 هي A اللي كانت 1 على 2. تسمى هذا 11 على 16 أكبر من 1 على 2. راني نحيت 8 على 16 عوضتها ب 1 على 2. علاش؟ باسكو 8 على 16 الأصل ديالها 1 على 2. برك حنا رحنا واحد المقامات. تسمى شوف خويا العزيز خرج لك 11 على 16 أكبر من 1 على 2. 11 على 16 هو الـ B كبير على 1 على 2 اللي هو الـ A. وهكذا نكون قارنا ما بين البي والآ. خرج لي البي كبير على الآ. تسمى واحد المقامات ولا عندهم نفس المقام وقارنت وفق القاعدة الأولى. الكسر الكبير هو صاحب أكبر بسط، للبسط ديالو كبير هو الكسر الكبير. هذا ما كان. وبيان سور ما تنساوش كي تقارنوا عاودوا حطوا العدد الأصلي 8 على 16 الأصل ديالها 1 على 2 عاودوا ديروها. طيب دوك نروح للدوزيام. قالك سي والي نقارن بيناتهم هنا سي ودي. اذا سي ودي نقارن بيناتهم ال هنايا. اذا سي شحال خرج لي سي؟ السي خرج لي 19 على 18. 19 على 18 هذا هو السي. ودي شحال خرج لي دي؟ يا الله 21. سي 19 على 8 ولا 19 على 8. 19 على 8 هو السي. ودي خرج لي 21 على 32. فوالا الوغ كيف باش نقارن ما بين هاد زوج اعداد؟ هنا المقام 8 وهنا المقام 32. نفس الشيء لازم نوحد المقامات. لازم هاد 8 نرجعها 32 يولي عندهم نفس المقام. وبعد نشوف الكسر الكبير هو اللي عنده البسط ديالو كبير. الوغ نروح لهنايا السي خويا العزيز اللي هي 19 على 8. في شحال 8 هذه في شحال نضربها باش تولي 32؟ قسم 32 على 8. 32 على 8 يعطيك 4. 8 في 4 يعطيك 32. تسمى واش لازم ندير؟ لازم نضرب في 4. من الفوق نضرب في 4 ومن تحت نضرب في 4 ونروح نحسب بالبال عزيز. 8 في 4 32 و19 في 4 شحال؟ 10 في 4 40. 9 في 4 36 ياك. 36 40 زيد لهم 36 تسمى 76. تسمى 19 في 4 يعطيني 76. 76 هكذا. طيب اذا خويا العزيز السي اللي الاصل ديالو 19 على 8 رانا رجعنا 76 على 32 نقارنوه مع 21 على 32. 32 و 32 نفس المقام. نقارن البسط 76 كبير على 21. تما شوف شنو نقول لهم؟ نقول لهم بلي 76 على 32 كبير من 21 على 32 هكذايا. و 76 على 32 الاصل ديالها وشنو هو الاصل ديالها؟ الاصل تاعها هو هذا الكسر هو 19 على 8. تما نعوضها ب 19 على 8. هذه 76 على 32 رجعتها في الاصل ديالها 19 على 8 راهي كبيره من 21 على 32. و 19 على 8 شكون هي؟ سي. تسمى سي راه كبير من الدي. سي راه كبير على الدي. مفهوم ليكيب؟ وهكذا نكونوا قارنا. الو خوتي العزاز تمرين شامل كامل متكامل على الكسور الحساب تاعهم وحتى المقارنه. نتمنى تكونوا فهمتوا مليح. كون عجبكم الحال بارطاجوا هذا الفيديو مع كامل اصحابكم وفعلوا زر الجرس. جايين لي فيديو جديد راني رايح نقلشكم ونمتعكم.